بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نازلين في ذكرى تنحي مبارك ومستمرين لحد ان شاء الله تنحي مرسي والمرشد والحكومة الفاشلة اللي جت ديت. احنا بنأكد على ان الناس مش حاسة بينا، مش حاسة يعني ايه دم اخواتنا اللي راح، مش حاسة يعني ايه عيون اخواتنا اللي راحت. احنا عايزين بس نلفت نظرهم لحاجة واحدة، من اول نقطة دم نزلت فأول شهيد نزل في مصر هي دين في رقبتنا كلنا، مش هننساها وهنكمل المشوار حتى النهاية. ريت يحسهم بس ان في بيوت بتتخرب كتير عشان الظروف المالية، هم حاسين بالظروف المالية اللي احنا فيها، قروض بتيجي وعود بتيجي ولا بنشوف حاجة ولا بنحس بحاجة. اللي بنأكد عليه ان احنا سلميين ومستمرين، وبرضو يعني الرسالة بتاعتنا توصل ان احنا مش هنتواصل ومش هنبطل كفاحنا حتى النهاية، هنفضل حتى النهاية فيه، يا إما كلنا نموت يا إما يجي حق الشهداء كلهم. ده اللي كل الناس بتأكد عليه إن إحنا مستمرين لحد كده. شكرا.